السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في برنامجنا نكهة خاصة. زي ما عودناكم دايما في يوم السبت نكهة خاصة بنقدمها مع ضيف عزيز علينا. النهاردة معانا رمز من رموز المجتمع، علم من أعلام السودان، أمل كبير، أم سيدة عظيمة. مهما يعني لو قعدت طول الحلقة أتكلم عنها، هي سيدة فضيلة كلنا عارفينها وبنحبها وعارفين تاريخها وليها قصص وروايات كتيرة جدا، عطاءة بناءة برمز لأي أم أو سيدة في السودان أو في أي بلد عربية. نتحدث عنها كثيرا كثيرا طوال الحلقة إن شاء الله. معانا السيدة عوضية، سيدة الأسماك، الأم العظيمة، السيدة التي أخذت قبل كم يوم علم أو إنجاز من السيد الرئيس إنجاز السودان، وهي سيدة طبعا تستحق بكل الرموز المجتمعية التي تستاهلها. ومرحب بك يا سيدة عوضية. اهلا وسهلا محمد. الله يخليك. سلام يا رب. وكل سنة انت طيب، وان شاء الله البلد كلها بطيبة، وربنا يجعل المحبة والمحبة بين الناس كلهم ان شاء الله، وكل عام ونحن كلنا بخير ان شاء الله. الله يخليك. تسلم يا رب. انا سعيد واسرة البرنامج والقناة السودانية 24 كلها سعيدة بحضور حضرتك معانا النهاردة، ونقدم وده يعني اقل الشيء اللي ممكن نقدمه لحضرتك النهاردة في حلقتنا نكهة خاصة. وعاوزين طبعا ندوق الروائح الفواحه من الاسماك، وتحكي لنا ان شاء الله عن في الحلقه كده عن قصه حياتك، ابتديت ازاي، ايه الحاجات المهمه اللي انت بتنصحي بيها اي سيده في خلال الحلقه، اي مشروع ممكن تكون ست عاوزه تعمل، اي مشروع تنصحيها بايه في بدايه عملها، ايه الحاجات الجميله اللي قابلتك في حياتك. ان شاء الله خلال الحلقه عاوزينك تونسينا كده وتقول لنا حاجات جميله عن حياتك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. الله يخليك. احنا طبعا عاوزين حضرتك تقولي لنا النهارده انا اعمل حاجتين وحضرتك تعملي حاجتين، بس انت طبعا تقولي لي وانا بساعدك فيهم. انا مساعد معاك النهارده. الله يخليك. احنا هنعمل مع بعض النهارده. ايوه نعم. شوربه الجرجور. ده نوع من انواع السمك. السمك ايوه. انت قولي لي على الحاجه اللي انت عاوز تحطيها وانا عينيا ليك. الجرجور هتعمله شوربه او دمعه او سليقه. طبعا اول حاجه بتحط البصله، البصل الاول، البصل المقطع، البصل اهي، البصل المقطع محشوشه. تمام. يلا هي تحط حبه زيت. تمام. كوب البصل ده كله احطه كله؟ اهي كوبها كلها اهي، عشان الجرجور كتير. يلا بعد دقيقه تعمل فيها شويه زيت. زيت؟ اهي شويه زيت. جالك فيها؟ شويه زيت شويه. تمام. زيد حبه ثانيه شويه. تمام. هاي. يلا كدا. يلا بعدها بتكب البهارات والطماطم لغايه ما تغلي شويه، ريحه البصله والطماطم وهنا طنجره شويه، بعدين تكب الجرجور. الجرجور طبعا ما صعب. نحط شويه من الطماطم هنا. هاي كوب نصها، نص الكميه بس زيد شويه. ايوه ايوه تمام. يلا بعدك صاي كوب الملح والبهارات، وممكن الثوم تخليه في النهايه. هاي كوب ملح، كوب البهارات كلها ما عدا الثوم، ممكن تخليه مع السمك سوا. هاي مع شطه؟ لا شطه ما كلها الناس بتاكل شطه. كزبره؟ هاي كزبره، فلفل ممكن. هاي كزبره، فلفل، الثوم ده تخليه ممكن للنهايه مع رميه السمك سوا ان شاء الله. احنا طبعا هناكل على النكهه الخاصه بتاعت حضرتك. الله يديك العافيه. انت هتقولي لي عليها انا اعمل ايه؟ الله يديك العافيه. الله يسلمك. كبيت الكزبره؟ الكزبره هتتغلي. يلا يلا خليها تغلي شويه، خطيها تغلي شويه. تمام. ايوه تغلي شويه. صلصه ولا حاجه زي دي؟ ايوه بعد شويه كده. ايوه تغطيها، خليها تغلي شويه. يلا هنعمل كمان معاكي. ايوه صينيه سمك. تعمل صينيه سمك هنا. عاوزه ثوم مع السمك. هاي ثوم، هاي ثوم، هاي ثوم مع السمك. بعدين ترمي الجرجور ده يكون مع الثوم. تمام. ان شاء الله نفرم لك الثوم كده. ايوه. وتقولي لنا بقى كده ازاي حضرتك ابتديتي رحله عملك من البدايه. اول حاجه كانت في حياتك ايه؟ ايوه اول حاجه نحمد الله ونشكره، يعني اي ام هي حريصه لتربيه اولادها وحريصه انها تسعى لاولادها واولادها ينجحوا قدامها، والظروف هي اللي بتطلع الناس. وفعلا انا الظروف طلعتني وسعيد لغايه ما ربنا اجمعني بسوق السمك وبديت اشتغل ولغايه ما ربنا وفقني. يعني بدايه حضرتك كانت في سوق السمك نفسه؟ انا بديت شغل السمك في سوق السمك. في سوق السمك. لكن اصلا احنا ما قمنا حياتنا بتاع الشغل، يعني ما خلينا اي شيء في الشغل بيننا لتسالي لفول لحاجه بارده. اشتغلنا كثير نحمد الله. طب ليه اخترتي السمك بالذات كمان ان انت؟ والله السوق ده، السمك ده بالذات يعني، بس يعني ربنا وداني هو سوق السمك. يا ربنا الهمني بسوق السمك، دي نمشي سوق السمك. ومشيت ما اشتغلت سمك بالاول طوالي. مشيت بديت اعمل شاي وزلابيا، وبعد الشاي طبعا الزمن وانا مشيت اشتغلتها ما كان في مرتب ثقيل. كان النسوان بيطلعوا بدري. صح. يعني النسوان كانوا بيطلعوا من الساعه 11 ما في مرتب ثقيل في السوق، النسوان بيطلعوا بدري.
وعشان كنت جيده وما عندي زباين كنت بقيل من زباين اخذ من زماني كل مره بزيد ساعه وشويه وبقيت اقيل وما في حاجه باكلها يعني على الشاي والزلابي والهناي بقيت اعمل حله الكمونيه شيل امشي السوق اشتري العفشه انظفها اجيب حله جاهزه اجي ابيعها وكان زمان مطارده شديده في السوق يعني الناس الصحه مو خلوك تشتغل بعد ذاك بقيت مع ناسنا في السوق وشغاله معهم اتعلمت كيف اعمل الفسيخ ارقد الفسيخ وافرمه واجهزه بقيت اجيب بدل الحله بقيت اجيب حلتين بقيت اعمل حله فسيخ وحله كمونيه زايده الشاي الحمد لله شويه روقت شويه رطبت شويه بقيت كلهم زايده حبه بيقولوا نص الصحاب طاردوني يعني ما بخلوني اشتغل يعني زمان وقت ذاك نحن ما خشينا السوق كنا في الحوش برا كنا في الشارع برا تحت البحر تمام بقوا طاردونا يعني ما خلونا اشتغل يعني الحله دي بشتغلها ببيع عليه الساعه 12 و1 نص الصحي يفوتوا تمام بعد ذاك قمت خليت شغل الشاي قبلت على الحلل بس وبدا اشتغل حله لغايه ما اتعلمت كيف ارمي السمكه في صاج الزلابيا في سوق السمك كان اول مره كان في واحد جاء عمل سمك وناس الصحه جو شالوا ما خلوا طوالي شلت منه الفكره جبت السمكه وتبنتها ورميتها في الصاج بتاع الزلابيا المهم الحين الفكره عجبتني وبقت لي منظر دخل بقيت اشتغل ناس الصحه ما بريحونا بقيت طاردونا طوالي بقينا كل مره نشتغل حبه وبيجوا طاردونا مره يشيلوا لنا عدتنا مره يخلونا وثاني بعد ذاك كان جا ود البرير طردنا من السوق مشينا كان رحلنا المؤتمر كل وقت الزمن ذاك ركشات ذاته ما في كنا بنشير برصينا اخر اليوم نمشي المؤتمر نمشي نقعد هناك اخر اليوم ونجي المسا نرجع حاجاتنا المهم مرينا زمن بعد ذاك خليت شغل الشاي بقيت على شغل السمك بس يعني قصة كفاحة حق الحمد لله قصة كفاحة ان شاء الله ربنا يكون عوضك في اولادك الحمد لله ربنا تبي مثل لاي ام كده سودانية ان شاء الله في قصة طبعا انا اي ام بعتبرها هي ناجحة الام لو هي ما ناجحة ما خلت اولادها حتى يتعلموا الام لو هي ما ناجحة ما خلت اولادها ربتهم الام لو ما ناجحة ما طلعت اجيال ما طلعت اولاد ما طلعت بنات اي ام هي ناجحة لان هي كيف ربت اولادها بقتهم كبار وكيف علمتهم مسكتهم الطريق الصح هي ناجحة طبعا هي رمز العطاء اللي بيكون موجود في المجتمع لازم الناس كلها تحترمه وتعرف هو كافح قد ايه وتعب من اساسا من الزواج لحد ما بقوا كبار فالام والاب دول كيان كبير في حياه الانسان لازم يحترمهم شديد ايوه نعم معانا تليفون الو السلام عليكم الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته معاكم ام ريهام من المدني يا مرحبا بيك يا ام ريهام مرحبا بك يا شيخ وبرحب بالسيدة الفاضلة عوضية وإن شاء الله ربنا يبارك في عملك ويزيد التوفيق من عندي يا رب إن شاء الله الحمد لله يا رب طال خيرك بسأل يا شيخ تفضلي التتبيلة بتاعت النقاشي والشيش طاووق هي حلقة عملت قبل كده لكن بس أنا ما كنت خطفها يعني حاضر ان شاء الله بصورة سريعة كده بس التتبيلة بتاعت النقاشي والتتبيلة بتاعت الشيش طاووق حاضر ان شاء الله حاضر شكرا لك الله يخليك تسلم يا رب طيب نقول لك كده بطريقه سريعه تتبيله الشيش طاووق بتحطي معلقه كركم صغيره لو حابه شطه ممكن ملح وفلفل كزبره صغيرين شويه زبادي عشان تكون لينه معاكي في الشيش طاووق ممكن تحطي معلقه صلصه لو انت عاوزه لونها احمر زياده عن اللازم او ممكن باللون الطبيعي بتاع الدجاج ما بتضيف الصلصه دي تتبيله مع عصير مع معلقه ثوم مفروم وعصير بصل لو حبيتي ده الشيش طاووق في حاجات طبعا الناس بتحبها وفي حاجات اساسيه لازم تحطيها اما بالنسبه للاجاشيه احنا زي ما اتفقنا احنا بنتبل الاجاشيه بالتتبيله فيها الفول السوداني بنطحنه وبعدين بنحطه مع تتبيله نفس تتبيله الشيش طاووق ديت وتنقعيه فيها بعدين بتدقيه في الاسياخ بتاعته وتعملي بره البودره بتاعت البقسماط مع الفول المطحون السوداني فيش طبعا بهارات زي ما انت عاوزه بقى كزبره بقى ممكن تحطي مع البودره اللي بره دي البهارات نفسها بره شويه ملح وفلفل وكزبره طيب يا حاجه عوضيه احنا هنا طبعا عملنا مع بعض بصل خلاص المرحله الاولى اهي غلت خلاص غلط اهي ممكن بعدين كوب الجرجور خلاص اغلي شويه كده كوب الجرجور تمام وكوب الثوم نحط الثوم والجرجور ايوه نحط الجرجور نحط الثوم نحط جزء كده منه انت عارف يا ممكن تحلي فيها ليمونه عشان تبقى حاجه شويه طب يا حاجه انت لما ابتديتي المهنه ديت ابتديتي بقى عمل قلتي اول مره تقلي صاج السمك وابتديتي ازاي تتعلمي ترميها في السوق
ابتديتي ازاي تعرفي نظافه السمك والحاجات دي؟ كنت بتعرفيها قبل كده ولا لا؟ لا انا ما قاعده في مع النظافين ذاتهم. يعني انا قاعده زي الترابيزه دي حوالين نظافين السمك. بنظفوا بنفس الوقت السمك بغسله وطوالي برمي. لكن ما زمان كنت اشتغلت ما كان في حطب ولا كان في اسمه كان في غاز. يعني بالكراتين حقات السمك ديل بنلقط الحطب القشقش بنلقط القشقش الحطب. يعني علينا معاناه شديده خلاص. يعني على فكره انا مش اول مره اسمع القصه بتاعت حضرتك، انا سمعتها من كتير من الناس. يعني انت رمز فعلا للمجتمع السوداني للمراه فعلا الحديديه زي ما بيقولوا. الحمد لله. يعني احنا كنا يعني كنت شغاله في البحر بنقعد من الصباح من نصلي الصبح في البحر يصادف نصلي المغرب في البحر. تمام. انا بكون قاعده من الصباح على الشمس، يعني لا في ضل لا في شمسيه، الحمد ربنا مغطينا. نحن بنشتغل من الصباح لغايه المساء بنكون قاعدين على الشمس، يعني السيره كلها لافه. انت بتكون شغال حتى في رمضان كنا بنكون شغالين. يعني كان عندنا بنفطر بنعمل السحور للناس اللي بيجوا بدري الساعه 3 صباحا، وبعد ذاك عندنا الاقباط بنعمل لهم، هناك عندنا جنوبيين برضه بنعمل لهم الافطار الساعه 3 عادي نرجع البيت. بقي باخذ راحتي وما بحس بتعب ولا بحس بشقاوه، لان كنت سعيده انه احنا اولادي مرتاحين. يعني اولادك حسوا بالتعب اللي حضرتك ابذلتيه؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله لقيتي فيهم الحمد لله، وربنا ان شاء الله يعوضك فيهم كل خير ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طيب انا عاوز حضرتك تقولي لنا بقى، لو انت بتنصحي اي امراه حابه تكافح زيك كده تبتدي ازاي؟ والله اول حاجه الظروف بقت صعبه ما زي زمانك، والناس بقت يعني زمان قليل اللي بيشتغل، وزمان واحدة ما كنت داخله تشتغل اقول لك اللي هي شغاله لشنو، وحس ان الناس الضغط بقت كلها تطلع برا. وننصح الناس بالصبر، يعني الناس تصبر. يعني انت ذاتك عشان تفتح لك محل او تلقى لك زبون او تلقى لك شهره اللي شغلتك الا تصبر عليها، ما في حاجه بتيجي بسهله كده ولا جريزته ما بيجي بسهله، لازم يصبر. وهي لازم واحد الصبر شعرته في بطونه ولدته وربته وبقته عشان تعينه وتعين زوجها، لازم الواحد تصبر. صح. ايوه الواحد تصبر، الصبر بس. يعني لازم الصبر اول حاجه. ايوه لازم الصبر. ده اول درس لازم يتعلمه. ايوه لازم الواحد يصبر. ايوه. ممكن تعمل جزر وهنا جزر هنا الشوربه. ايوه جزر هنا الشوربه ممكن تديك نكهه شويه. فلفليه برضه. فلفليه. احنا هناكل بنكهتك الحاجه عوضيه النهارده، ريحه ما شاء الله. يديك العافيه. نستمتع بيها النهارده معاك. كده جزر، عاوز فلفل كمان. حطينا الثوم كده خلاص. عاوز تحطي حاجه ثاني؟ ايوه لا خلاص تمام. استغلي بس ما شاء الله ريحتها بتشهي حاجه عاديه. الحمد لله. الحمد لله بالهنا والشفا ان شاء الله. احنا عاملين بايديك انت برضه، يعني احنا بنساعدك بس، لكن الحاجه بتاعتك انت طبعا. يديك العافيه. تسلم والله. ايوه عارف فيك. الله يخليك. عندك اولاد كام يا حاجة عوضية؟ الحمد لله عندي 3 اولاد. ما شاء الله ربنا يخليهم لك يا رب. اللهم امين. مبسوطين معاك؟ والله اتعلموا شغل معانا. ها؟ اي انا ما قصرت معاهم، كيف ما ينبسطوا؟ طبعا. لا هم متشرفين بيكي طبعا، انت اذا كان احنا اللي بعيد عنك متشرفين بيكي والله. امرأة تسلم والله. يديك العافية. يديك العافية. الله يخليك. يعني تسلم. طب انت ابتديتي الشغل وما شاء الله دلوقتي بقى عندك محل ما شاء الله معروف. انا واحد من الناس على فكره اتعزمت في محلك ده اول ما جيت البلد. معزوم ثاني طوالي. لازم ناكل. الله يخليك. تسلم يا رب. الله يسلم. لازم ناكل سمك عند الحاجه عوضيه. ايوه. الاسم ما شاء الله مشهور، وزي ما قلنا من كام يوم السيد الرئيس طبعا كرموكي. الحمد لله. بوسام الانجاز. الحمد لله. الحمد لله. ربنا يزيدك يا رب. ده طبعا على فكره ده كله من الخير اللي انت بتعمليه، والحمد لله انا سمعت برده عنك. انا ما بقول كده عشان احنا في الشاشه. الله يديك العافيه. انا بقول ان انت معروفه ما شاء الله بسمعتك الطيبه ان انت بتعملي حاجات كتيره للمساكين، عامله ركن خاص في المطعم تقريبا للناس اللي ما معاهم حتى ياكلوا، انت بتعملي لهم الحاجه دي مجانا صح؟ والله اللي عنده قسمه بياخدها. الحمد لله. الحمد لله. احنا بقى بنشهر بيك طبعا، بس احنا بنقول ان انت سيده فاضله، كل حاجه انت تعبتي فيها من حقك ان الناس كلها لازم تعرفها طبعا. الحمد لله. فضل الله وحده. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ربنا يزيدك ان شاء الله. امين يا رب العالمين. امين. طب انت قولي لنا كده قصه بسيطه ظريفه تكون حصلت لك وانت متذكراها لحد دلوقتي من اول ما ابتديتي شغل، حاجه تكون انت متذكراها ما بتنسيها طول حياتك. والله هو القصص كثيره طبعا، كل يوم انا باخد قصه وكل يوم باخد قصه. هي طبعا ما شاء الله يعني انت بتقابلي كل يوم ناس كثير، لكن احنا عاوزين الحمد لله. والله انا احس يعني احنا الحمد لله يعني من دخلنا السوق مع السوق بقينا اسره واحده، اليوم كله نعدي ونصور ضحك والدنيا دي ماشيه لها هم،
والحمد لله يعني عندنا مشاكل بعض في السوق، بقينا اسره واحده بنحلحل مشاكلنا بعض بسرعه قريبه من ما نخلي مشاكل تمشي لقدام. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. طيب احنا حاجه عاديه هنعمل معاك دلوقتي صينيه سمك. هنجيب سمك العجل. ايوه. وهنعمله كده، هنقطع طبعا بصل. اصل السمك ده الصينيه تعب عليك انت. ايه؟ تعب عليك التحمير. انت هتعمل لنا انت التحمير بايديك النهارده ان شاء الله، احنا هنساعدك برضه في التتبيله بس بتاعتك. ان شاء الله. هنقطع كده سمك الفيليه كويس شرايح. هنعمل لك صينيه في الفرن. ايوه كويس تمام. سمك العجل طبعا معروف. أيوة مشهور. نعم. هنا ايوه درجه اولى. من افضل انواع الاسماك طبعا. أيوة لانه طبعا بيحمل سمكه من اللحم كويسه. زي ما احنا شايفين اهو، ناس السوق بيقولوا العجل درجه اولى، احنا بنقول البلطي درجه اولى. البلطي طبعا. لا طبعا النيل لازم. احنا بنجهز هنا مع بعض طوا كده، وبعدين نحط فيها شويه زيت. كويس. وهننزل مع بعض ايه بالبصل والثوم. ايوه كويس تمام. جربوا بقى انت. ايه؟ بروده يا بنجم؟ اه بنجم شغاله اهي. كويس. بدا اهوت خلاص، شايف لونه بدا يتغير خلاص. كويس. هيستوي ان شاء الله بسرعه، ونشرب شوربه حلوه من ايديك النهارده. طب يا حاجة عوضية، انت ابتديتي الشغل بكفاح زي ما احنا قلنا، وقلنا مع بعض انت تعبتي كتير قبل ما وصلتي اللي انت فيه دلوقتي، وما شاء الله دلوقتي عملتي شهرة كويسة جدا ومبدأ لأي امرأة سودانية. انت في خلال عملك كده حسيتي ان في صعوبات ممكن تقابل دلوقتي الزمن زي زمان ولا اكتر في الزمن اللي احنا فيه؟ والله الزمن ده هو يعني انا الصبر بعدين يعني انت بس سألتني قلت لي تعبتي. اي زول اللي هو بيعيش بحس بسعادة اولاده ما بحس نفسه هو تعب طبعا. ايوه لانه يعني السعادة سعادة سعادة اولادي كانت شايله مني اي تعب. الحمد لله. والزمن الناس بيقولوا الزمن حس بقى صعب، الزمن حسه الزمن كل واحد كله بقى صعب. زمان كان القرش ما بتلاقيه بالساهل، حس القرش بتلاقيه بالساهل، لكن الناس كيف تصبر تجيبه؟ صح لازم الصبر. لازم تصبر عشان تجيبه زي ما اتفقنا. اول حاجه لازم تعلمها لازم تصبر. لازم تصبر عشان تجيبه يعني. زمان القرش ده بالساهل صعب تلقاه، لكن حسي الحمد لله يعني الرحمه راقده والقروش راقده، يعني زول يشتغل اي شغل قرش بيلقاه، لكن تصبر عشان تجيبه. تصبر عشان تجيبه حلال. صح ايوه تصبر عشان تجيبه حلال. طيب احنا هنا حاجه عوديه، حطيت بس شويه كزبره وشويه شمار اخضر. كويس. ملح. احنا هنا هنطعم طبعا الصلصه بتاعتنا هنا. هننزل معاها بالصلصه. معلقتين كبار كده. طب حاجة عادية، احنا عاوزين نعرف بس مكونات صينية السمك، نعرضها لأعزائنا المشاهدين ونرجع مع بعض مرة تانية.